فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم أن يتزوج أو يزوج. ومتى كان في العقد أحد هؤلاء الثلاثة محرما فالعقد فاسد، الزوج أو الزوجة أو الولي. فلو زوج الولي المحرم محلا لمحلة فالعقد لا يصح، ولو زوج الولي الحلال محرما لمحلة لا يصح، ولو زوج الولي الحلال حلالا لمحرمة لم يصح. فمتى وجدت في العقد أحد هؤلاء الثلاثة الولي أو الزوج أو الزوجة محرما فالعقد إيش؟ لا يصح. والحكمة من ذلك أن العقد وسيلة إلى الوقوع في المحرم وهو الجماع، كذلك الخطبة، لأن الخطبة وسيلة إلى العقد، والوسائل لها أحكام المقاصد. فهذا الحديث يدل على تحريم عقد النكاح للمحرم، وفي أيضا على أن عقد النكاح ليس فيه فدية، ليس فيه فدية، فيحرم عقد النكاح ولا يصح ولا فدية فيه. نعم.